السلام عليكم. مساء الفل يا جماعه، عاملين ان شاء الله؟ ناس كلها تبقى زي الفل ان شاء الله باذن الله. النهارده بنصور من فرع اركيديا، بقالنا كتير ما بنصورش. هنديكم جوله عن شويه حاجات كده ان شاء الله باذن الله، واي حد يجيبه اي حاجه من المحل ياخد سكرين شوت ويبعت على الرقم اللي بنحطه هنا في الفيديو ده، الرقم بتاع التواصل. اي حد عاوز اي يسال على اي قطعه احنا حطيناها، انا بقول مقاسات، هنجري كده في فيديو شويه، كل يومين ان شاء الله نعرض حاجه جديده ان شاء الله باذن الله. نعرض مثلا مره ملابس، مره حذايه، مره كل حاجه، عشان تكونوا عارفيننا، لان ما عرفناش اول مره شفنا علينا الاول مره. احنا بنشتغل في البراندات الاصليه بس، كلها براندات اصليه، اذا كان بقى تيشرتات، بناطيل، احذيه، ملابس، كل حاجه، كل حاجه عندنا اصلي 100% في البدايه. ومش هنقول تاني كلمه اصلي دي، نزل طول الفيديو بس الناس تبقى عارفه ان احنا شغلنا زي ما احنا قلنا. يا جماعه نبدا باول حاجه كده ان شاء الله، التيشرتات القط دي، تيشرتات بولامبير اهي، تيشرتات قط بولامبير. طبعا احنا عاملين عليها خصومات جامده جدا. تيشرت ممكن اهو، بص، تيشيرت ب 10 يورو بره، يعني يعتبر مثلا ب 200 جنيه من بره. احنا بنجيب الحاجات دي بكميات عشان نعرف نبيعها للناس باسعار طبعا اقل من كده بكتير. التيشيرت اللي هو القط ده احنا بنبيعه ب 125 جنيه بول امبير. ان شاء الله في بعد بكره تشكيله كبيره جدا من التيشيرتات دي، في جاك اند جونز، وفي شامبيون، في تيشيرتات كتير ان شاء الله باذن الله. دول شويه كده مقاس سمول، دي قطعه كده مقاس سمول جاك اند جونز. احنا هنشتغل في السمول، يعني اول حاجه كده هنشتغل فيها ده المقاسات السمول. طبعا شامبيون للناس اللي بتحب التفاصيل من كل مكان، شامبيون شامبيون. حتى التيكيتات من جوه، يعني حتى التيكت بيكون برضو نفس الكلام. احنا ده فيديو توضيحي كده يا جماعه عن شغلنا عشان الناس اللي متعرفناش. طبعا في باركود للقطعه، في وصف جامد جدا. طبعا صنع ده صنع في بنجلاديش، بيقول لك بقى تغسله ازاي، مش عارف ايه، اهو بص، لا تغسل الورق، مش عارف ايه، يعني في حاجات لازم تتقلب على وشها عشان تتغسل. ففي تفاصيل في التيشيرت من تحت، لما تيجي تاخده تبقى تشوفه عشان ما تغسلوش ويحصل اي مشكله وترجع تقول التيشيرت حصل فيه مشكله. التيشيرتات دي بتتقلب على ظهرها وتتغسل، هي مكتوب عليها كده، فاحنا بنمشي مع التعليمات. لكن هي حتى لو على وشها ما بيحصلهاش مشاكل ان شاء الله باذن الله. كل اللي احنا بنوريه لكم ده كده يا جماعه سمول، دي تشكيله كده سمول، طبعا من قدام ومن ورا جاك اند جونز، كلها موديلات 2020 21 جاك سمول. احنا ايه، هنخطف خطفه كده ونجري، نخطف خطفه من كل حاجه ونجري. بصوا زي البيكيمون او الجماعه اللي هم اليابانيين دول. تيشيرت جامد جدا وفي تفاصيل عالميه، بصوا تيشيرت مغزول غزل من اللذينه، حاجه ما شاء الله يعني عالميه. ده علامه شامبيون، ده المقاس بتاع اكس سمول، المقاس الاكبر شويه اهو. معرفش، في ناس بتقول اكس سمول اصغر من سمول، مش عارف ازاي. اكس سمول اكس، يعني اكس سمول زي اكس لارج، ده اكس سمول، كل ده اكس سمول. طبعا اكبر شويه من السمول، يبقى اكبر في التلبيس شويه. برضو ده شامبيون، في شويه قطات جايه شامبيون جميله جدا. ده سمول ريجلر فيت، تلبيس واسع. التيشيرتات مظلومه، فانا قلت ايه نبدا بيها عشان خاطر الناس تعرف. ده سمول بولامبير، التيشيرتات كلها 175 يا جماعه، المعروضه دي كلها 175 باستثناء بس تيشيرت معين اسمه السليكت، بس هو الاغلى. ده برده سمول اكس لارج كده. بدانا نخش بقى في مقاسات كبيره ومقاسات متلخفنه. ده ميديوم، ده تلبيسه ميديوم ميديوم. طبعا الميديوم ده يلبس مثلا يعني 75، حلو قوي كده. يعني في ناس ممكن 65 كيلو، 60 70 كيلو هيكون عليه تلبيس واسع زي الاوفر سايز شويه. ده برضو مقاسه ميديوم سبيكشيم لارج لارج. احنا بدأنا بالتيشيرتات، هو فيديو تيشيرتات وفيديو احذيه او ملابس. الفيديو اللي بعديه هيكون احذيه ان شاء الله، عشان برضو الناس اللي هي ايه بتتابعنا وعايزه تيشيرتات. احنا بنقرا كل الكومنتات وبنحاول نسمع اراء الناس، نشوف مين عايز ايه ومين محتاج ايه. وهي برضو جاك بريميوم للحاجات برضو النظيفه قوي، كوكا كولا. ده اكس لارج برضو، نوريكم شويه برضو عشان برضو الناس ما تزعلش، نوريكم كل المقاسات ان شاء الله. ده اكس لارج تقريبا، ده من ورا في رسمه تقريبا اهو، بصوا جامد جدا جدا جدا. بلاك مامبا مايكل جوردن، ده مقاسه ميديوم. تيشيرت ده جيلز، البراند بتاعه اسمه جيلز. برضه طبعا البراندات والتفاصيل في التيشيرت ان
تيشيرت قطن، قطن 100%. انت بتشتري من عندنا حاجه يا باشا ضمان، ضمان الضمان. في ناس بتيجي بعد لما بتشتري بترجع حاجات وتتلكك عشان ترجع حاجات. يا جماعه اتقوا الله فينا. مش عايزين نقعد نتكلم عن الناس عشان يعني الموضوع مبقاش فاش حد يلبس حاجه ويرجع يرجعها لي يا جماعه خالص. اي حد مش مقتنع باي حاجه ما ينفعش ياخدها الا لما يكون مقتنع يعني منها 100%. الموضوع ده بيعمل لنا ازمه. بص البرنتات دي، الكلام ده انت تحط ايدك كده عليه يعني فاهم، ده مش مجرد شكل كده وخلاص، لا لي اوت. بصوا احنا بنحاول نجري كده ايه يعني جري عشوائيه، واللي يعجبه حاجه يبعت بس يقول لنا انا عايز اسال على ده بس. بكام ده؟ بكام ده؟ بكام ده؟ هنقول له. بص الحته دي حته باجي عالميه، حته باجي عالميه مكتوب عليها 25 اهو 40 او 50 يورو. اضرب بقى انا في مش عارف في كام وبقول لك بكام. لا انا ببيع ده ب 350 جنيه او لو 50 يورو انا هبيعه ولا ب 800 جنيه ولا ب 700 جنيه تقريبا يعني على ما بعرف احسب، يعني ممكن يكون غلط حساباتي بس هو هيكون غالي. عندنا برضو شراط زي كده بولامبير، شراط تقطيع وبتاع وحاجات زي كده، وفي شراط بتكون سيليو، حاجات محترمة جدا 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 جدا. بصوا بص الحتة دي زارة، حتة زارة عالمية. بصوا برضو الأسعار ملناش علاقة بيها، أسعار ملناش علاقة بيها، احنا لينا سعرنا طبعا. مش بقول ملناش علاقة بينا يعني هنا أرخص وإحنا بنبيع أغلى، لا ممكن اجيب اغلى جدا وابيع ارخص جدا، ملهاش مقياس ابدا. عندنا ده شورت لي كوبر عالمي، بصوا طبعا علامه مائيه وبتاعه، بصوا العلامه بتعمل ريفليكت، بصوا لي كوبر اهي، بصوا 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 الشورت في تفاصيل من جوه، بيتضيق من جوه وبتاع، حاجه يعني ما شاء الله محترمه جدا. هعمل لكم فيديو تفصيلي، همسك قطعه قطعه كده ونتكلم عليها ان شاء الله باذن الله. بصوا شورت زي ده، حته قطيفه، حته قطيفه عالميه، بصوا جامد جدا الشورت ده، بس مقاسه صغير 30، جامد جامد جامد. طبعا الحاجات دي عايزه قميص بقى وحته كده زي السباجو على البحر واديله يا معلم. عندنا برضو ايه تشكيله من الجاك، جاك جونز، ومن البولانبير اهو، طبعا المقاسات موجوده اهي، الميديم عشان برضو ايه ده حته كده امينيم بس شكلها كده هتطلع دلوقتي، في واحد صاحبي جايل عليها. ده امينيم اوفر سايز، حاجه جامده جدا. ده لارج ديادورا، ده لارج ديادورا يا جماعه، ديادورا جامد جدا. انا جربته السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت جربته، كنت جايب منه شويه حلوين في محل امبابا قبل ما نفتح اركيديا هنا، وما شاء الله يعني ما شاء الله ما قعدش يعني ما شاء الله كان جامد جدا. اكس لارج تشامبيون، بصوا جاك اند جونز، بصوا الحته دي، بصوا بصوا التفاصيل بقى دي مهمه بقى. بصوا تيشيرت مش مجرد رسمه، يعني دي مش مجرد رسمه، لا ده يعني تحط ايدك كده البروز بتاعت الطبعه ده باينه، حاجه ما شاء الله يعني. التفصيله بتاعت التيشيرت من هنا حاجه عالميه يعني. ده مقاسه ده ميديم، تلبيس واسع. ده مايكل جوردن بتاع الباسكت بول، للناس اللي مش عارفه الشباب اللي بتلبس كاوتشات جوردن جوردن جوردن، هو ده مايكل جوردن للي ما يعرفوش يعني. ده بول امبير، بول امبير لارج، كل ده كده لارج ميديم سمول. ده حته اوفر سايز تلبسها من ورا حلو جدا، فيها شغل كده. التيشيرت ده ما شاء الله ما قعدش خالص، ده دبل اكس التيشيرت، ده دبل اكس، تلبيس كبير للناس اللي هي بتلبس تلبيس كبير. طبعا بصوا الاسعار مكتوبه باليورو بالين بكل لغات العالم. بصوا شايفين موديل 21، ده موديل 21. بصوا ده براند اسمه سونج، ده تيشيرت بولامبير. بصوا التيشيرت ممكن تشوفه ساده من هنا، بس هو اصلا ايه لوس انجلوس. حاجات جامده جدا ما شاء الله، تشكيل على قد ما بنقدر نجيب، على قد ما بنقدر نجيب. جاك سيليو، بص السيليو ده عامل زي العبايه المغربي، بصوا شبان في الطرف، ايوه
عامل زي لعبان مغربي، بس هو مقفول من هنا ومفتوح من تحت. تيشيرت جامد جدا جدا جدا، بصوا مكتوب عليه 5 يورو، ممكن يبقى مكتوب عليه 20 يورو، ممكن يبقى مكتوب عليه 50 يورو. احنا في النهاية احنا تيشيرت عندنا، اغلى تيشيرت عندنا اغلى حاجة خالص بتبقى سعرها 200 جنيه، اللي هو زي ده. ماليش علاقة باليورو، انا ممكن ابيع لك حاجة مكتوب عليها 40 يورو 50 يورو ب100 جنيه عادي جدا بالنسبة لي، على حسب انا مشتريها بكام ومنين. طبعا في تشكيلة اكبر من كده بكتير اهي، عشان برضو ايه ما نضيع لكمش وقتكم. في شراط حاجات هواي وكده وحاجات عالية جدا، هنديها برضو فيديو تاني ان شاء الله. نخلي الفيديو ده خفيف خفيف كده على الناس ولذيذ ومفوش ايه كلام كتير ومواضيع كتير. في شراط مية، شراط بحر، طبعا حاجات جامدة جدا عالمية، احنا واخدين من الكلام ده لنفسنا يعني، بنجرب الحاجة قبل ما نبيعها. طبعا الخامات ما شاء الله محترمة جدا وعالمية. الشراط بتاعة البحر دي كان تمنها 200 جنيه، اي شورت دلوقتي بقى 150 جنيه، عشان برضو الناس في منه طويل وفي منه صغير. في حد ممكن يقول لي ايه اسلام الشورت مثلا في الوكالة مثلا زي اللي هو ده، اصلا انا بجيب الحاجات دي على طول، زي مثلا ده، زي الشورت ده الطويل ده اللي هو كده، ده زي ده بالظبط، في شبهه في الوكالة، بيكون مثلا ب 150 جنيه بالة وب 150 جنيه، انا ببيع جديد ب 150 جنيه، طبعا في فرق للناس. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله يكون عن الاحذية ان شاء الله باذن الله. تابعونا واعملوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم.